اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، واجعل تصرفنا بعده تصرفا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد بجلالك وكبارك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي جعل الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا، وكان ربك قديرا. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفطح في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكامه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات والأخوات الفاضلات، وزكى الله هذه الأنفس الزكية، وشرح الله هذه الصدور العامر بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. تبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذه الليلة العروسة أن يجمعنا مع سيد الدعاء المصطفى وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع النكاح. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا، ورزقكم من الطيبات. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويسي وبدا نومنا رهض اليمن له راكو شاري تكوزش كاليويني حسب أبو وين وانو كواتيزا شيري وبابا نوماما بيروا نركاني نركاني حسب يا الله سبحانه وتعالى وجواري لشما الزهيدي بل زمي زمهو عما ينوليني ريشهوديا أتاري كربيا نران ريشاري كتبا موجا رمسي فنكب محمد صلى الله عليه وسلم ريشان زهر كياما رنجا لاوي تمري ريكبا موجا نواندي كاوا بارابحتي ريشهوديا نوغو يا خيري مانا نوغو خيري مدوكا إذا mtu maruwa bala tahkira nabi maarufi mtuka dodara mtuwa ya kairi wakati wende ikasulwa kwa nyingi mana wakati kutu ruhusu awasa jumlisha ayatul Qur'an yatuluha ala masamiakum ma hafiz abdul rauf falyatafaddal mujallalan bil hubbi mahjura sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu shukran ya juli shuma ziyadat quran mubar wana ka wala mikro ise shukran hai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل
ونستنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم تكبير تكبير الله أكبر ولله الحمد أتوي تابو وانوفونا يندي مفونا يا وانا واي مدرسة التربية الإسلام رسومي أمو وجارك الضمنا بعد ولو بابو وطولوو يدي هالي الدنيا دينا منين Msone mafuna ya mdu toi mwana Inde ya some Wawe baba na mama Nika ufuwa kaburini Mwana wa some Kurani Usubili shwa inema yo Nabali mwana hundi ya somao Mana gracia wawe di watungi mwana Alo mwana shuni Mwizi mwa tulipa wana wake wana wa khairi Wawari thidi nini Rimdiki ya mwizi mguri pare wana wadori Nahana Rabbe kufirli wali walidaya Wali ha Rabbe kufirli wali walidaya Warahamuhuma كما ربياني صغير انت ما تمسز جوا شكرا بعد رأى في الشياز في آية القرآن أرى سار جوا في الشياز مفندي ولا دي ونزوني إلا دي انقوي سبحان الله أرى سار بعد رأى في الشياز في آية القرآن زوا في الشياز أستاذ خطيب قارئ حافظ نسم قوانا ربيديها بي أربع مقام درجة درجة هرنيني توبي نسم قوانا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هرنا متبيو بواد بما قلنا بس هرنا واسي من اسلام من سنجاجا رمبيا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ارجوك رساء استاذ جمال جمال الدين يجري في كلمة الوعظ والارشاد الي ريباري ريشي زبركة ريباري سخيري رمبيا ميزم بميزم بركارانا اركالي راضي واسي نوارم بياو وما علينا الا البراء فليتفضل مجللا بالحب ماجور شكرا ايكاو تاوكي تي شي تاينو بيم سونا راسا كو دوها غاويشي بيم سيو فوندي بيو شي نسو هيا بابا ليميوا انا كو بيم بيو واتو تغوزي كو مانديسا لازم نورو فيشي مو ايدا هادي انا صافي Wabu narbwe makiyo ya mu Arivulishi zikairi Ustaza jurambia wawasa Ili nipareze baraka Ujayatuwa nulawa Aripareze nema Rindaki ya mwizi mgu usikuwa liwe ndipa Lewetemu imbeliza mwizi mgu ambarikiti Arivulisha zikairi inshallah Hai Ustaza Halim kili waho Hindi halim kuambiu Bismillahirrahmanirrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرد نمنا أستاذي أرنهاني زامبا أكواليو نفسي أشاشي هاوي كوانبا أرنوا جيني ولا أمبالي وابو يستحقي روانهاني هابو رجوانبا raharma wakati amba tunguka sinzangu uko leo simiwan hadisi pavi annikah nikah lafdhu nikah ramungalia harmwazi maajim harmwazi dictionnaire likalima la nakaha warabu ulrenge ya mfano hakalima la nakaha almataru alarda mfano warabu wa urenga wa morde namna warabu wa rongo wamba bil amthilati tatadhihu alqawaid ha imifano de watu de zi regle zi qaida zi venu hao Ramutahari yelidze tongo Morde namna Allahu subhanahu wa ta'ala Harmu itartibu ya hemone Qur'an Amba wakati mwingi ya mutahari yelidze tongo weja na mfano Safke warabu hautaha wa yelidze likalima la nakaha Nrola Worenga mfano amba Nakaha almataru alarda Yani worenga mfano Haurungwa likalima nini Yani ivwa ilola itoto Yani wamutahari leze nikah Ithan wanazuna surele zamba Mona lafdi ya nikah Ritahari neseze wamba Lereika wamba rifanya nikah Wabonde ukamba Risijotanganisa tongombili Ata tongombili zozifanyie tongomoja zije na faida. Morde namne ikawamba lera ya maji ya ivwa ya nrata ya loleana na itoto basi woja faida haukamba iardwi yojo ungeamo yojo kahai ija itowa faida denamne yo tibenzezi ye harmo mfano wa ivwa ni mrongoze bwana harusi ni mrongoze na ya mabwana harusi na waweka wamba wa mwona ndrola na waweka wamba insha Allahu watonge harmo ndrola haurenga mfano unu mana Harmo mfano unu warabu warbao wa msomo wa misomo ya kwa kila mtu ikawa mba alole ya hauzuri umfano. Yahanda mordi namna rarongwa mba warabu warenge mfano warongwa mba yani nikah wa ele zamba yani de wakati ikawa mba ivwa ilole ya na naitoto. Nzobenza nhambe bwana harusi amba Ilazimu harmo ya maisha yao urenge mfano harmo ivwa Msomo handa riparao harmo ivwa Deokamba Allahu subhanahu wa ta'ala Abenze ukamba ivwa yo Yo lawa mina sama Yo lawa mbinguni Yo lawa bahani mzitukufu Abu ishuku harmo ishvandretz
Nsobenza ngambi bwana harusi de ukamba ilazimu mona indrola uneseze utukufu uneseze amba wawe ulawa rahanu nzitukufu mana hama endeleo tuyabingao kusuja wajadineseze ade inafsi ya hotu be usuja uyeneseze amba ulawa harma mrapa mtukufu usuja uneseze amba wajema zaho babaho na mayaho wahulele hautukufu usuja utukuze inafsi yaho utukuze ujama waho utukuze ldago laho safiki kamorde ivwa amba morde namna ivwa ido ambayo ila wabahali ntukufu ilazimu wawe uneseze amba wawe ula waharmu abahanu ntukufu msomo wabili inasuya habili nsobenza nuhuwe usbele amba ivwayo Allahu subhanahu wa ta'ala abenzeki ambayo tahura Allahu subhanahu wa ta'ala abenze ukamba ya maji ya vwayo ya kemba yao tahur tahura mwaluga ya sharabu destuikawa ambayo tahara itwahirishao idhan nsobenza nhambi bwana harusi amba ilazimu wawe nafsi yao ufanye jitihadi uketwahara wawe nafsi yao ufanye jitihadi uketwahur haukamba ukemtu tayyib ukemtuikamba wawe mtu mwema ile pare ulawana ne nafsi yao ulawane tongo njema zikawa ambazo zitohufai wa mojana mtumshe waho wa mojana watu pia ikawamba wana alaka na indrolain Allah subhanahu wa ta'ala abenze ukamba amengona sifa za ivwa abenze ukamba ivwayo yofanyatini yuhyi l'arda baada mautiha ivwayo yuja ija ihui ardi banda ikawamba ardi ikaifu idhan ilazimu wawe bwana harusi ukemtwikao amba umo waho uo muono amba uo wa hai na umo waho utoka hai makatikao amba utofanya ujitihadi ujikurubishe na Allahu subhanahu wa ta'ala na makati umo waho utoka uhai utoshinda umhui mtumshe waho utoshinda ukesibabu umtumshe waho umo wahe waja ukehai morde namna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arisidzea amba umokau uwa ufungamansi hana Allahu subhanahu wa ta'ala uwa umuilomba wahai idhan ilazimu uke mordeivwa uke sibabu ya uhuisha umo wa mtumshe waho ha ya maendelo yaho ha ya alaka yaho utokana uyo wa mujana Allahu subhanahu wa ta'ala Msomo wabili rupara uharma ivwa beukamba ivwa yu Allahu subhanahu wa ta'ala asurambi amba thumma yukhriju bihi zara'an mukhtalifan alwanu ivwa yu ya mwenra taipara haishbanreti basi Allahu subhanahu wa ta'ala weju jalia ulawana na ishbanreti gozo ulawa zimea kalte hakalte zika wambazo ja zija zistawi zai ardu idhan ilazimbwa na harusi uke morde ivwa haukamba uke sibabu ya uke sibabu mtumshe waho ake mtumshe wa khair na yuke ito farhana neka wawe kusi mtu wa khair ilazimu wawe ufanye jitihadi uke mtu wa khairi ile pare wa mojo parana na mtumshe unu ikamba Mparanuo ujo utowe khairi nyengi babu. Morde na mnaruo nao. Amba leo risueshi wakati mziro. Mana habo ikawa amba zndrola zatu. Maal asaf wakati mwengi zndrola zatu. Moni babo risuparana wala risudela. Amba lazimurke watu wa khairi.
isparamba wana wala ova wajana madelenka morde namna roprisona. Sa feke ban harusi ka morde voa ukemfika wamba ahuishao imo ahuishao mo mtumse wasuke de kalte za watu baba wale amba wamungada goni umtumse umuwahe ubalihe umtumse akemona tambu hasbabu mtu baba ule angia harmalda gula msomo wabili msomo wano ruparao harmo ivoa de ukamba ivoa ya mwena teishuku iyo uyenea ivoa ya moshuka yoke ishuku bahadu moja beyo uyenea ata yukamba wanadamu pia ufaidishi hana ivoa ilazimba na harusi ukemorde ivoa amba zikhairi zaho zieneye yasukamba de umtumshe tu be lazimu zikhairi zaho ziene rangu mtumshe ata uwajemazahe ata uwana ikawa mba watosha umbeleho ilazimu zikhairi zaho ziene wasuke morde wale ikawa mba mababa zina tu bekawaja mba wana wana ilazimu zikhairi zaho ziene pia watu ikawa mba wamo nazidwamana zaho babu ilazimu bana harusi usdele amba wajiti hadi ya lazimu wifanye harma inafsi yaho ata urenge mfano harma ivoa wa mifano mengi rito iparo harma ivoa de wakati wa mshashi mto benza nmalize nmwambe msharusi de ukamba ivoa ya mwenda teishuku harma ishivandreti neke ishivandreti ya shivandreti ikawa ambayo unwamaji basi yoto wa mavuna msharusi kama uride shivandreti ikawa ambayo unwamaji uke mtumshe ikawo amba aonao zinjema za mtume mana ni ikawa mtumshe ikawa amba shakira mtumshe ikawa amba wae asushukuria zijitihadi za mtume azifanyao basi lechoka usibabu morde namna mwesi mungu arambela inshakartum la azidannakum neka usona zikhairi za mtume ususchengufu zikhairi za mtume kusimorde watrashu ale amba waoka waono ila dezishari za mtume ilazimuke mtumshe morde shivandreti ile nomaji ito wao khairi kamorde mtumshe wo utoona amba zikhairi zito lawana ona mtume unu zito ka khairi zito dumu Allahu subhanahu wa ta'ala arve taufiki rirenge misomweni rirumi harma maisha yatu atibaraka harma indroleini ata indroleini ke indrole ikawamba itoka na faida harma mujtama pia wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir تكبير الله الله أكبر اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن شكرا ريكيا يما وايضا ايهالي رامبيلا تنقص لكم رالولا تنقص لكم رالولا تنقض تنقلوا وتوشوا بعد ذابه لوانا دوان مونا لو وانرالي شيم وانا وهي يومبي واستامشا واتو واسونغا واتو وابوا ويباباكا سيلو كازي لعنا سوكباكيا mana jilingi baba huwana huwana kwa watu wende hawapewu ni mneyo beu shapia na zangina kudungu ze hawa na malidia laki ata ulishu wana maena mwangalie maena mwangalie mafune ya lao mai wanawa ya nyumbe wadisi ya hijiri mdua kwa tenda ya loni hautari aromiza watoshi wengi kasu mkubali ndani tukisha wanda mwambia mansaje nulone bi sina wade arongwa unu wade tina arongwa ye para ukwari kwa mti jimaizi wuku jimaizi basi yuge hali wantu pia mba tide kalte yu wamu utamtuzi shitangani ila ya lila wana kutula mwanga lima habori de habori mula la mti jimaizi نجيزي ونشينا سبحان الله العظيم جيجي وتوشي دوستها ملوم تزيوه ملاوي
صلى الله على محمد.
صلى الله على محمد صوت شنو اللي بان السلام عليكم ومن الذين ذكروا توقف موافد تفشش كو خير ها ونار ثمانيه وابو غادي تشدو جوج سما بان سيتي باكو بي ما شاء الله تيبولا بيبان مجوبولا شيتو اردا ثمانيه مياه شما يوم تشد بيبم تبو شجر سميبن شما ايوا اريد سميهم سهز فليتفضل مشكورا تفضل مساهز وجوابي سي زي بركه لي جواب تيجي تبي توغو زينكي صافي سي تماني وانا مصرين مرحبا مصر سينغي غاز ما تبغى زي خير ان شاء الله هاي بسم الله اللهم صل وسلم ويبارك عليه صلى الله عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه اللهم صل وسلم عليه وأثني بحمد موارده سائغة هنيا صلى الله عليه منتفئا من الشكر الجميل مطيا اللهم صل وسلم عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجبال اللهم صل وسلم عليه وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص العترة طاهرة نبويا صلى الله عليه ويوم الصحابة والعتبى ومولاه اللهم صل وسلم عليه واستنجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في غدة الخطأ وخطاه اللهم صل وسلم عليه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه نازما من النسب الشريف عقدا تهلى المسامع بهلام اللهم صل وسلم عليه واستعين بهول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قدره الكريم بعرف الشديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ويبارك عليه وعلى آله شكرا بعد
ravilishe atri yamano ratulinza wanyu shabab din au sidelele jine ha ewa tanzilu l'islam hau au tanzil tanzil wabab wab tanzilu l'islam barakallah shukra haya nari lamsele tengwebe wabaridi nipare li continue hazi resumba ni omkiri mwadise stoma fadia tafadna. Allah dinahu, Allah dinahu, 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 Allah dinahu, ya Rabbi salimu dina, Allah.
gari tilawa matali papata kuna bakasiti yao ho tugo zina halaka mahaba tuna mtume yo ya wajibu pia si rimbenze mtunu nemsi wa rema utogozini na duwalishi hema haba ya tumtamaki na ba mtume sallallahu alaihi wasallam katoni puka atokana wasi tikatele zamana pagani mahaba tuna mtume basi wakati ya kondila Jibril la shuku mwezi ba mambia jam tise mata waka 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 watubi wakati mshashi basi mtume rugomba akhafu ala ummati akhsha ala ummati nsiri la ummati wangu nsuri la ummati wangu Jibril la harikia mbinguni inda wahuwa ya na mwezi mwa sujwa bitu kwa ikatu sujwa biba la tari sumeste zumbe zahe mwote la zonto kwa zibire basi wakati Jibril la harikia mbinguni mwezi mwa mambia tini amwambia mba audi ya Jibril ila Habib wakul lahu wenewa mwambia inna sanurdika fi ummetik wala nasuuk takbir takbir ya Allah amwambia tini ukarriru ha mara tathanya je repete amwambia mba ya Muhammad amwambia Jibril Mwisimba mwambia ya Jibril audu ila Habibi wakul lahu inna sanurdika fi ummati wala nasuuk ila mwambia mba rituka la radhi naulu ummati wa huo kamtina tambu tuku yoti ya Rasulallah tabik Allahumma ja'alna min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbiki mahabati na mtume wakaza kawli lama taamarki ne akuri wereha leorje kensi sumteza shiri tafaddal boku sina zomrenda uluri hei boku shinu menya mtu kwa watu wa ubiya kadima kata wa menye na mwizi mwa waroto Abu Lahab umana ya babahe mwabisho mwateli ya fa afunziani mpaka brenda korega miri wa msuku memauri nyombe ya fa yone shengwa mwizi mwa mrema manako mteza shere mturu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na fahamu nika shinu wana na mtu kwa watu wali kila mbeli wakotawa nene wae na mwizi mwa rumba inna kafayna bika almustahzi'in ritu kingia ya muhammadun nizmargi galatia man tu kingia ataba sahaba ya rungwamba la hiras ba'd alyawm kabati garde koro aparti yaman ya rasul kabati man amis mgwanga arige zaman ba'da rafli shay zuri mahabatun mtume mwis mgwatu jinde arike pamoja nawe harne bebo arike harna jannatul firdausi reishi sinema inshallah amalan sanastami'u العطر الثاني من مولد المرزاقي مع أستاذ السيد فليتفضل مجللا بالحب مرجو صلى الله على محمد نيو يا بن عروسي أتمني وعصومي عطر يا بن عروسي وهو انت تساويك اسكر نغلش اسكر ببن كرسي حقوة بن را تش نمبلت شكرا kwa miti ringesho shamati hile na shiminga mabifati kwa famati wa hode nishami mwani izu salama salimina meko mati zana ya Allah nari mtukuzi mtume rimswaliye hata jana haripa mtualala nzinzina unomba nari kiojumo swaliye mtume hanguvu mwizi mga tulbamsa na mabayano Allahumma sallam nari mswaliye اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء
اللهم صل وسلم ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي لتقاصيه صلى الله عليه وسلم لتقاصيه في بلاد قضاة القصيه صلى الله عليه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما اللهم صل وسلم عليه ابن كلاب واسمه حكيم صلى الله عليه وسلم ابن كعب بن هوي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى اللهم صل وسلم عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى وسلم عليه ابن مضار بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفعوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأبى اللهم صل وسلم عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبي صلى الله عليه الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهى اللهم صل وسلم عليه فأعفن به من عقد تألقت كواكب القرية صلى الله عليه وكيف لا يا الله وكيف يا لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم عليه نسب تحسب العلا بحلام قلدتا نجومها الجوزاء صلى الله عليه حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء اللهم صل وسلم عليه وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية صلى الله عليه أوردنا الزين العراقي وارده في مورد الهني ورواه اللهم صل وسلم عليه حفظ الإله كرامه
الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبوا معاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرعة سرع نور النبوة في أسارير غررهم البهية صلى الله عليه وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر الله مطر كريم بعرف شهيد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك. شكرا. تبريك. الله اكبر. تسنزيف لنا كتيبة. الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. Tabuka sujwe tafasiri iwe shino maizizi kongozi nungolawanu sallallahu alayhi wa sallam. Ntumeka o hata imiri ka umbenza wa Yahudi ajatara mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wamemba wa mititu hamini hata yurini aya hata unene seje meujuza tisomba nuba mtume mizimu amambia mba usone mfrape uli example huka piti mfrape makaka unani frape hata mnajita uwa amambia usone mburule wale Inawaambia mbani suhira. Inawaambia mbani Muhammad asuhira. Basi ule ya hudadi shotseha. Doji kaza meza leo. Mwiri. Wana makio. Rabuzi. Amedahiru mframpe ule ushe. Amine hania. Asila mzani. Mwiri ya resunda uhira. Uosuiki ya sheshi. Zani mwani nebeo jikaza tu. Nya ule nebe mwiri shuma na wambia mwiri. Mwiri. Muhammad asuhira. Subhanallah al-azim. Narfahamu rishuba narindao. Bada ravulishia ya bwana harusi, lazima rituzovulishia ya bibi harusi. Babo risumhira alibe. Yesha rivea bibi harusi. Fatia tafadhal. Mujaldala bin hubi majura. Watu ila sukari. Watu ya gizi. Sukari mananya hini barishingo. Hata. Gizi. Sallallahu alayhi. Shukra gizi wani mwa jabanu leo linda gula gizi ama kweli zisikame hali leo inshallah mwashange iba lija gizi sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ya hadirin ya hadirin sallu ala al-mustafa al-quraishi sallallahu alayhi البخيل بخيل من لم يصل عليه يا إخوان اللهم صل وسلم على
يبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها الأنوار الذاتية وصبا كل صب لهبوب النسيم شبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات خللا سندسيا صلى الله عليه وعينات الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا وسلم عليه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه اللهم صل وسلم عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه واحتست العوالم من السرور كأس حميا اللهم صل وسلم عليه وبشرت الجن بأذلال زمنه وانتحكت الكهانة ورهبة الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه اللهم صل وسلم عليه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسلمه ذا وضعته محمد لأنه ستحمد قبا عطر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى شكرا تبريك ما شاء الله تنقذي استاوسا كوني رومان دي سابه نزيهو تنقذو سكيري زو سيستاوي الحمد لله رب العالمين كان رجل
يمر في السوق ورأى رجل يمسك لحية أبيه وشعره ويجره سبحان الله العظيم، فدفعه هذا الرجل فقال له: يا هذا أليس هو أبوك؟ فقال: بلى. بس لماذا؟ فقال أبوه: دعاه ذكرت أمير بزري بس فرمت mtu ule amsiki babahe zendrevu ne zenyole asungogora mwenine bazari. Tasbih, subhanallah, la ilaha illallah. Wa babahe mtu ule azansuku mama na mtu ule amuzisa eski utile bahu arongwa wani babangu. Assalamu alaikum. Basi babahe mambia mtu ule amsuku mama na mtu ule ambamlisha mwana mtu ule animalize zaijiritini لأنني قد فعلته لأبي. إذا تفعل بابانغو تنغوغورا سفن لشا مانيتي مانا تفعل ناسو بابانغو كما تدينو نوانا وليو نكام توالولا وليكام شبابا نكام توالولا يكاش بابا يكاش ماما نمسلا غشتيو نرفهم والله العظيم ومدوافا كافيري حسب ماهي وكتوفا ويشا wanyaye washa sumtatale shahada kashidoro wali shahada kashidari wongwa wanyaye warudi atafariki hafu kafir la ilaha illa Allah shahuna la utisa umare nredi ambi wamba waka maasimahi waya ankama yu yangina ankama waya karumushu na mtuwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesa usiru nguwa hausu wana waleo wuka shapia na wajadi يسير وخطر أبي سنجد زمانا كأقوال إلى مناه أو زوري أجاروه نانا كباكنا بكتوه نانا بس عنكما أكو سالي أكو فونغا أكو هيجي بها كما تبلم هنا ماهي وسوكو عنكما يموتي مجيليا إلا زمالة ودنين بي كشدا ولي شهادة إذا يجبتني نوايا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أقويش وموجة لم تبي إذا جيتني وموجة با كيني مشي واهي أبو أرانغوا بنا رانغا لم تبي لما بي problem لو أن بيكاف سيجوا نتومي ألوان بيوان با عنكما قد حان وقت خروج الروح وقت وجو الله ويروح نكاش نوارنغوا لا شهادة يا رسول الله نموكي عبقرية النبوة الله أكبر أرانغوا با نتومي لنا بيوان با عن بلها بلال نعم مال ابن ياسر أرغبنا من الإمام قتل شهادة عنقم ولا وين وكنتي واسم قتل شهادة عنقم لا إله إلا الله لا إله إلا الله عنقم تحارم دولي من موروكة وفرقة وريكي ونعم يا رسول الله كبشورة انتمي أرغبنا أحي والديه اسكي وتليه ودنياني ambi wamba baba ya fundi mahide ulubabu mtumehe master yahe ni adabu yahe arungoba ndina mamhiri mahe yashi ni kato shinda ni kaka shinda mchinda mahe wa alka maja ambi wamba mtumea suhira lera na wizumu mahe wa alka mawami ndia lazimu ni mpushi mtumebe mtume che lazimu aja ni pushi mahe wa alka maja bediza mtume mtumea muzisa kifa hala alka maya umma alka alka mawe jeji Allah hakuna mkili pori hula mama arungoba كان يصل ويسوم أسم سفري انتما موسيسا ما حاله معك ويجيجنا ووي من دمشوم نسيسي جيجنا ووي ما هو علق ما رومب أدا ساخيت علي ومتنا حاصلنا ووي لا إله إلا الله إذا يجريتني بسي انتما مبيان با يا أم علق سميه مانا سميه علق ما بيتسو كشدار وقول شهادة ما هي رومب ناي 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 هاي توكي هاي توكي أولي قهر موهين بي ناي 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 تسو كيري إزاي جيري تيني سبيه مانا مماهارا بسي انتونا صلى الله عليه وسلم يا بلال اجمع للخطب انتهاو ننقولي تيم كودي عباسا بيوا problem ماهي كما ايكيا نكوني ماهي مزيسا نبالي أفا
وما هو علقمة من بنتم يا رسول الله؟ علقمة كان يطيع زوجته ويعصيني ويطعم زوجته ويتركني جوعان ويقسو زوجته ويتركني عريا. مكواكم لسا مشواه اللي شنانزا أكون بي لسا مشواه اللي شواجواتي أكون كي مشواه ويعصيني لن يعصي يا رسول الله. بس وقت نتمي كما رغزي يدد أمام بلال إجمع لي الخطب حركا نقول جنبه لمن ما هي وعلك من بيا رسول الله إذا أنت تزفن يوم لدهرك علقمة جرم تمر علقم لا إله إلا الله تصبيه سبحان الله سبحان الله وما ندم لجرم فلي ما هي وعلقمة لريك اشتزيله أو من بيا يا رسول الله أتهرك ثمرة فؤادي قلت ما رون راهي روح ينقول مر بين عيني دفاع وامي أتهرك زهرة قلبي قلت لفرير لانه مر بين عيني بلزانه يا رسول الله أشهد الله ورسوله قام لش شاهدي ميزن قلنا تماه أني قد رضيت ولد علقم أبا أبطل يا باسا سكالا رضي ومناه ناتجات ومر تقدير الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ماما أدينا تغزيبه وكما ناهي نتلو مورو جيني جيو ديما ناما أتوان بيبنا ممتي مورو جيني جيو ديما ناما أتوان بيبنا ممتي مورو مورو ديما ما أتنقواه أسواميه أمبر لقد رضيت ولدا تكلم نانغو راد بس يمكن صلى الله عليه وسلم أما بيا بلال اذهب إلى علقم لأنني أظن أن أم علقم كانت تستهي مني نسيتي كلام ما هو عنك من كناس منا هيا إذا ومتاتين شهادة رجال بلال كم ما هو عنك بكاس منا هيا بلال ينزل سوجا هيكيا علقمة أسرق تني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله علقمة فو فغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه كنام كفاني وصلى عليه أم صليا ودفنها مزيه فقام على قبره انتمار مع اهمار من قبره فقال ارغوا يا معشر المهاجرين والانصار يوان واتوا ما كان مدينة من فضل زوجته على امه يا سبوت ان تكوز شواه ران مياه فعليه لعنة الله لا اله الا الله سلا نزم يزنقنا زمن لمتو والملائكة دازم ملائكة زبلاني والناس اجمن نونا تنبيهم لان وانا يونغو نرفهمو ريلولا بيرسي دالي وحنرالا ماما دياونا تامو نزي شدايا تامو ثم هيوان كما رغو جري رغو حملته هزة تمتيني بني عنقو هموندو ووضعته كرحا تمتحبا يا رسول الله نوتو إلتا أكال ردو مانا نرفهمو أنا وليو وسبارا مانا متمشي نكينا بانغا موشانا ماهي مهاكا تنينغو ياهي مناكا تايو يوكا يستاوي كيسو جيويتا ماما هاولي دي حتى أبو المشاكا لولولا هامو نسمع ماما كسو بياتنا ماما كسو فواتنا سريكي شارجي لبز فاكتيري لبز تغوبيا مانوني فانيا ينجي ميسي بواتو دي لونا توار نحاني إن شاء الله ولوهي نازيتاني واتو عمي واسرا لولا رناني زيو واتو عشي وزادي حتى رمدكي ميسي مبو ميسي مبالي كاريرات أما الآن سنستمعوا العطر الرابع من مولد البرزنجي مع شيخه أستاذ عبد الله فليتفضل مشكورا ومأجورا صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولما تم من همله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله اللهم صل وسلم عليه
وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه اللهم صل وسلم ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمريا صلى الله عليه وآن للسماء أن ينجلي عنه صدى اللهم صل وسلم عليه حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المهار فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم مرحبا 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 جاء دليل Yeah.
شكرا بارد يا كباني لنمرو إتالا من يبتيس يا اللهم صل وسلم عليه يا الله يا الله هيا ناريه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة هراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضع ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحك الحناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية صلى الله عليه وسلم لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرمه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم يا عافي شديد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شكرا بعد هراء جسليم تومي وسكو ومتاكا لولا نكو نواهي كاينا سفر امام بيان با نسولاوا بمتلاوا داكون نايزو يا مهمو وماما ويكيشتيو ما نبو انتواري مبكا بولي كونديسيون تجيتيني مشاكا ترى دي فام ترى دي سبحان الله العظيم بسي بنولي ليلا نواهي لاوا نواهي مامبيا مبوسلاوا داكون نواهي دي سفر وين دي سفر إلي بابا هاشار دي همادي أكو كوزا ونانياهي واشا مامبيا صابو بابا سكوزا كسوشين دوا مونا أوامي أمبا ميوانغو ألاوا أرونغوان سلاوا بابا ما وادي أزيدي أتا وادي وجنجي كالتيانجينا أجام دي نمبا صابو بابا تونغوزي شانجي كسوشين دوا مونا بابا basi amami amba wani titujwa na lawa mana miongo waru kwamba nisilawe ata baba ya jafu ajangiru amba baba afu basi mada kwa mwane lera kukoza tuwa fariki kusha onda mangalia wa mlaka arungwa mba miongo wa lawa arungwa mba nisilawe ya Allah jini ngekali mbani nalawe tuna lawe Leraja aja mshoha mwaliti hadisi bakwanja hamu amba kanda mwana baba tababati kwa bakulala wanda mpara mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
amwele zamba wa problem ya injiri hangoho tikola watu mwambia mshuangu wa sulawe apreba haja akamadi akukuza takanda mwona atajafu watu wajihi mshuangu kanda mwona siremani hamujeje na mwikie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zarungoa amwambia mba baba mshuangu ikalazima tule moroni bestu ya zetongo zishanje baada mtumshe amtaimme wahe mwisi mkwa mtambebuni takwim ya Allah la ilaha illallah baada mtumshe uo wakamtua moroni bila dazamana avulike mme wahe mwisi mkwa mtahabna zeni mazahe mwisi mkwa tujilor wa shatwari vishye inshallah wa mtumi ni shetani Manapa mtuisha wa mtina nga we. Dajani kitapa ni mwari mbu zanati. Mtu namba usina we. Mtapa. Mlahi. Mtapa telefonia babu. Shiri. I love her heyo. Mtani ni bahanu fulani. Mwambie. Mewa ambi ya mbae we au no. Eka ambia no. Mtoe mmewa ho. Utilingwe wacha na mtio katureze. Baki. Yabu anamane mana ambia utile. Lewa watu wa mwambilwa. Woka wekia. أما الآن أبا سار سوفل شيا يعطري يميسو نا أبا سديس أبا سديس ديالاز ما سبي عطري يميسو أهبي أبا سديس أبا نصر الله أهبي وهبي كاشبا ليو أين هو أبا سديس ما شاء الله أفا يعني Nini comédien ça fait pêche. Dada Rahira Benji mwenyewe tu kabo Arisu tabaruku mwana pabi mwana tuwa tusumona Aba Nasrullah Eka wakule wa wata haja tabaruku babi toka nzuri Gori tenge اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويرقى ثوبه ويحلو شأته ويسير في خدمة أهله بسيرة سنية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر عشوا ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة روحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحما بعض الملوك إليه أهدى ويرسب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فباه
عليه وسلم يقل اللغو ويبدو من لقيه بالسلام ويقيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزه ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وهنا وقف بنا جواد المطان عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاع عين الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شكرا. بعد رفع الشياح أبا نصر الله أبا سرزو في الشياح شباب تنزيل شباب تري أبا سرزو جمزيني سابان عروسي منا ما جاو كويني نوان ريدو مل بان عروس سرزو شكا شنزاجو أجاري بيمي هونو بوا كاتير بنجي كلمة شكرا ريسو بني دوا بان عروس جي بريباري بي watum lubabo nam limbale riske chandaju rijerim bem honori mambiem safara khairi barakallahu wa barakallahu fi niha ha barakallahu bismillah mwezi nguri mene dua ya khairi msafara au ringe za manadeo apartia leo ringe za manae roho ishamba yote roho wale wa mosha na huyo wote mtumaishi pamoja malezia ho yangina ya hendina ila sikim stabilifu ustabili ushamba mtumshi wumba wa dereha nikata wenzo utufunza wakatuka drata goshi ila zimu stabili maana waona wengi watushinda zimbolo zaishi kwa sina subira ila zimu kena subira inna allah ma'a sabirin wa mujana inna allah Haya, sufulishani ma shabab ripare mzimise bwana harusi asike shanza juu na rihime rimbe mkwanori zine na wa inshallah. Haya, bismillah. Na abudu rabbi na uliku dua ya inu mbiha kulli amurina shi na rihime mzimise bwana harusi Ado.
Demain, Inch'Allah, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Bonne soirée à vous. Douana Koul, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.